أجيال بحالها بتتدمر. أنا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق أنيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا روي يا هانم أرجوكي راجعي نفسك. أراجع نفسي يعني إيه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الأول وفي الآخر أنت عارفة طبعاً إن الشرطة أخواتكم وأهاليكم، وأنا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. أنتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي أخطأ لازم يتعاقب. وبعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها، ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوة قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم، ابوك مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ تيتا حميني بقى. ده الظابط اللي في قسم اللي عنده ده بابي قال لي انه بخور، جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني انا بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هدي لك الفرصه، اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخول، قربه بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني. شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور بفرح، سلم على العريس. قوم يا عم، بتقوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. قال لي وانا قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دمور يا دمور. يا رئاسه المسيئه البيئه دي، اللي جدتك مشغله لنا ده بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. مش هتقدر تغمض عينيك.